طيب قبل ما نتكلم في التفاصيل كالعاده خليني اقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات. نبتدي بالدوري الانجليزي والجوله رقم 26 في هذه البطوله الكبيره والمثيره في الحقيقه. مانشستر سيتي ابتدى مباراته النهارده امام ويست هام يونايتد في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء، انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1 باهداف ستونز ودياز مدافع الفريق وهدف وحيد عن طريق أنطونيو مهاجم فريق ويستام يونايتد عشان يواصل مانشستر سيتي تصدره لجدول المسابقة بفارق كبير من النقاط ويقترب بشكل كبير من تحقيق اللقب الغائب عنه الموسم الماضي لما ليفربول كسبه. كمان في مباراة انطلقت في هذه اللحظات ما بين ويست بروميتش ألبيون مع برايتون لسه ابتدت بهذه دقيقة كده، وليدز يونايتد هيلعب الساعة 7:30 مع أستون فيلا، مباراة هتشهد تواجد مع أحمد المحمدي طبعا كباك رايت في ظل يعني غياب اللاعب الأساسي في هذا المركز، وممكن نشوف تريزيجيه كمان نجمنا المصري في هذه المباراة سواء كأساسي أو بديل. نيوكاسل يونايتد هيلعب مع ويلفرهامبتون الساعة 10 بالليل. دي مباريات الدوري الإنجليزي. فيما يتعلق بمباريات الدوري الأسباني، مباراة انتهت منذ لحظات ما بين إيبار وهويسكا، ابتدت الساعة 3 انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. إشبيلية هتلعب مع برشلونة كمان 13 دقيقة الساعة 5:15، دوبورتيفو ألافيز مع أوساسونا الساعة 7:30، وختافي مع فالنسيا الساعة 10 بالليل. أما الدوري الإيطالي ففي بعض المباريات أيضا. مباراة انطلقت الساعة 4 ما بين سبيزيا مع بارما، بارما متقدم 2-0 والشوط الأول انتهى خلاص، الشوط الثاني يعني على وشك البداية. بلونيا هيلعب الساعة 7 مع لاتيو، وهيلاس فيرونا هيلعب مع يوفنتوس الساعة 10:15. دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالمية، وفي الحقيقة كلها مباريات مثيرة جدا.